مساء الانوار على كل الناس اللي مشرفانا النهارده. معاكم عماد الصماد، والمره دي هنتكلم عن اسوأ اسبوع قضيته في حياتي، والحلقه هتكون من امريكا. خليكم معانا. اول يوم طبعا وصلت فيه امريكا قابلت الفنان الجامد قوي سيد بدريه، بس قال لي حاجه كده فهمتهاش. خلي بالكوا هنا في حراميه مشالين، تخبط فيه كده هو ياخد المحفظه زي بتوع رمسيس. لا زي بتوع العتبه، بتوع رمسيس تعبانين. وطبعا لما جيت استعمل الحمام زي اي كائن حي طبيعي النتيجه ما كانتش. ايه ده يا جماعه، في الدنيا حاجه اسمها كده؟ يعني الواحد يعني تبقى قاعد واللي جنبك شايفك، يعني ايه ده؟ ممكن تشتري السيفون بعد اذنك؟ يعني انا ايه ده؟ وبس اتنقلت للسكن مع صديق جديد. انت فين يا بونزاي؟ مش حرام يعني الحر؟ لا مش انت مش حران يا بونزاي؟ بونزاي انت بتعمل ايه يا بونزاي؟ والله العظيم حتى النوم ما تهنتش عليه. مش ممكن الدوشه. ايه الدوشه؟ وطوا صوتكم شويه، مش عارف انام. واخيرا في اليوم السابع قابلت بنت ظريفه ولذيذه اسمها هاروكا. محدش سالني ايه هاروكا دي، وعملت لها اكتر اكله بحبها، كنافه بالقشطه. You want to try some? It's really good. وهي برضو قررت ان هي تعمل معايا الواجب، وده كان يعني قرار سيء بصراحه. Would you like to try some of mine? Try. Tastes like cucumber. لا انا ما عرفتش اللي انا اكلته غير تاني يوم. يا ريت نقفل الموضوع ده عشان الموضوع بيأثر فيا. مصر تعرف صح؟ مصر تعرف؟ هقول لك. هو بيلعب اهو، صاحي وبيلعب. عرفته ده ايه؟ دود الاز. لا ما هو، لا ما هو المصيبه انه عجبني. وفي اليوم ده قررت انا لازم ارجع بلدي، وقلت كفايه على كده. سلام عليكم.